صباح الخير مشاهدينا. قبل ما تعرفوا كيف رح يكون حظكم بنهاية هالأسبوع، رح خبركم عن علاقة برج الحمل ببرج الجدي. علاقة عاطفية صعبة بتجمع بين الجدي والحمل ونادرا ما بتدوم. الانجذاب بيناتهم سريع بس بيتحول لنفور بسرعة. المواجهة بيناتهم دايمة والمشاكل ما بتخلص. إذا بدون يحافظوا على بعضهم ما لازم يتحدوا بعض وما لازم حدا منهم يجرب يسيطر على التاني ويتحكم فيه. طروني التانية تخبركم عن علاقة برج الحمل برج الدلو، وهلا نبلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. اليوم عندك قوة كبيرة بتخليك تتخذ قرارات مهمة وتطلق مشروع أو فكرة جديدة. رح تتلقى دعم كبير من زملائك بسبب إعجابهم بأفكارك. أما عاطفياً الشريك عم بيضغط عليك بطلباته الكثيرة الغير منطقية. برج الثور يوم هادئ بيرافق أدائك العملي المميز، الأمر يلي رح يلفت انتباه الآخرين. بتصير مثل بين زملائك وبتتعرض لبعض الضغوط بس تقدر تتخطيها. أما عاطفياً أنت أداة المحيطين فيك الكثيرة ما رح تغير لك نمط علاقتك بالشريك وما رح تأثر عليكم. برج الجوزاء بيرافقك الحظ على كافة الأصعدة اليوم، حامل أفكار جديدة وقناعاتك تغيرت. استفيد منها نهار تتحقق نجاح كبير بالعمل ولا تبرهن لرؤسائك انك مميز عن زملائك. اما عاطفيا علاقتك العاطفيه عم بيكون لها تاثير كبير وايجابي على اوضاعك المهنيه. برج السرطان يوم متعب وصعب، خاصه اذا كنت عم تعاني من مشاكل وعقبات بالايام الاخيره. انتبه من الفشل وابتعد عنه قد ما فيك. اما عاطفيا حاول ما تدخل بنزاعات وما تخلي الخلافات الصغيره تتحول لصراع كبير مع الشريك. برج الأسد بتقدم لك فرصة اليوم لتعويض عن تأخير أو تراجع بالأرباح والنتائج. ظروف مناسبة لإعادة النظر ببعض الخيارات يلي ما كانت نفعتك وما كانت لمصلحتك. أنت بحاجة لدعم كبير من الشريك يلي دايماً بيقدم لك النصائح. برج العذراء لازم تستفيد من قدراتك لتتجاوز المرحلة المقبلة، وخاصة أنك قادر تتجنب أي عائق. خلي ثقتك بنفسك كبيرة وتخطى كل المصاعب. أما عاطفياً حط قصص جديدة لعلاقتك بالشريك تتوضح الأمور وتتخلص من كل العرائيل يلي عم بتواجهوها. من كف أبراج نوع برج الميزان، حاول تتأكد من نوايا بعض المحيطين فيك، وخاصة إنه الشكوك يلي عم بتفكر فيها ممكن تكون بمحلها، لأن مش كل بيتمنى لك الخير. أما عاطفياً البرودة بينك وبين الشريك ممكن تسبب بعض الجمود بالعلاقة ورح يكون لها انعكاسات سلبية. برج العقرب بواجه ضغوط بانفتاح، ما تعانيت وتقبل الظروف المعاكسة يلي عم بتواجهها. ما تخاف من التغيير، فأنت قادر تتأقلم معه إذا أخذته بطريقة إيجابية. فالمرونة والهدوء هن الحل والوسيلة الأفضل لمواجهة الضغوط حالياً. برج القوس تتقدم لك فرصة جديدة، ما تتردد وكون جريء، فنتيجتها رح تكون إيجابية ورح تخليك تتقدم على صعيد العمل. أما عاطفياً الشريك بحاجة إلك هالفترة وبيطلب مساعدتك بأكثر من مشكلة. برج الجدي يوم إيجابي، بتحس حالك مليء بالحيوية وبتكون الحظوظ لجانبك. ممكن تفكر بالاستثمار بالخارج وبتكثر الاتصالات وبتزدهر العلاقات العامة. يوم جيد لطرح الأفكار ورح تتلقى مساعدة مالية ومعنوية أنت بحاجة إلها كثير. برج الدلو ما تتكل دايماً على الحظوظ تما تخسر عملك والنجاح يلي حققته. تكتر المسؤوليات والتحديات لتبين كفاءتك، ما تخلي جهودك تضيع وما تستفيد منها. أما عاطفياً عم تتعامل مع الشريك هالفترة بطريقة قاسية وهو ما عم يتقبل تصرفاتك. نوصل لآخر برج، برج الحوت متفائل اليوم وحاسس إنه الأزمة عم تنتهي. بانتظارك مشروع جديد وأفكارك مميزة وبتكون الظروف لصالحك. بتقدر اليوم تقوم بمفاوضات واجتماعات ناجحة. أما عاطفياً عبر عن رأيك بالأمور يلي بيفرض عليك الشريك. بالنسبة لمولود اليوم فهو مميز عن الآخرين وطموحاته من عادية. بيكره الروتين وحياته مليئة بالمغامرات والتجديد. بحب الآخرين كتير، بيسامح بسرعة وما بيعرف يكره. ناجح وقوي ومنه قاسي وحبه للسيطرة منه مزعج. بحب الحركة والعمل كتير. صادق بعواطفه وبعلاقته مع الشريك. من مواليد اليوم عارضة الأزياء والممثلة البريطانية روزي هانتنغتون وايتلي. ولدت روزي عام 1987 بإنجلترا، ومن عمر 15 سنة بلشت بتعلم عرض الأزياء وشاركت بعدة عروض أزياء عالمية، وتم اختيارها لتكون رجل الإعلان لأكثر من ماركة عالمية. عام 2011 شاركت بفيلم ترانسفورمرز دارك أوف ذا مون،
واحتلت المرتبة الثالثة بين أكثر 20 عرض أزياء إثارة بالعالم. هيدا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Live مع هبة بـ Let's Dance.